لجنة ستة يا فندم اتفضل يا فندم Everyone should go to the plebiscite, to the referendum, and say yes. That's very important for democracy in Egypt. احنا بنعيش يوم جديد وفجر يوم جديد وهذا اليوم ان شاء الله سمته هتكون الامن والاستقرار والعداله والقضاء على الارهاب مناسبة تاريخية ويجب الكل يشارك الكل يقول رأيه أيا كان هذا الرأي احنا نضع أساس سياسي جديد لمصر وإن شاء الله نتوفق لنا جميعا ونتوافق مع بعض جميعا إن هذا أمر حقيقة مهم نعود مرة أخرى لبناء مصر إن شاء الله يوم عرس جميل النهاردة وطبعا هنقول نعم على أساس العجلة تمشي بقى وبزيادة بقى عطلة عاوزين ننطلق إن شاء الله